السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الأهلي الليلة. بنتابع معاكم آخر المستجدات الخاصة بالنادي الأهلي بشكل خاص، ونتابع القضايا العامة بشكل عام، وأكيد طبعا القضايا العامة في اجتماع لجنة المسابقات اللي كانت موجودة اليوم في مقر اتحاد المصري لكرة القدم. وأيضا هنتكلم على ملفات كثيرة، من ضمنها اختيارات المدير الفني أو اختيار المدير الفني لمنتخب مصر الأول إن شاء الله خلال الأيام القليلة القادمة. طبعا موجود معايا من البداية علشان نتكلم معاه في كل الملفات الخاصة بنادي الأهلي أو اتحاد المصري لكرة القدم، الناقد الرياضي الكبير الأستاذ محمد صادق. أستاذ محمد برحب بحضرتك. أهلا وسهلا، مساء الخير عليك ومساء الخير على كل جماهير الأهلي في كل مكان. أخبار حضرتك؟ منورنا دايما وبنستمتع بحضرتك وبآرائك. الله يخليك، ده أنا اللي بشرف ليا إن أنا أكون معاكم في الأهلي دايما. ربنا يخلي حضرتك. طبعا عندنا ملفات كتيرة جدا هنتكلم عليها، لكن أنا زي ما قلت إحنا مقسمين حوارنا لجزئين، الجزء الأول خاص بالنادي الأهلي، وطبعا في البداية عايز اعرف راي حضرتك في مشوار النادي الاهلي بعد فوزه باللقب رقم 41 وفوزه بالقمه رقم 118 وتعويض الثمان نقاط فارق الى الفوز بالدوري بفارق 8 نقاط. بالتاكيد يعني الكل متفق على ان الاهلي يعني صنع موسم من احلى واجمل المواسم، ولانه الحلاوه بتاعته جت من صعوبته طبعا. بالتاكيد يعني احنا موسم طويل شاق، موسم بدأ 31 أو دوري ده بدأ 31 يوليو وانتهى 28 يوليو السنة اللي بعديها، يعني سنة كاملة إلا 3 أيام اتقلب فيها فريق الأهلي يعني صف وشتاء وبتاع في يوم واحد كله مع بعضه. معنى صح كان ممكن الصبح تشوف تلقى لاعب بيلعب بيتدرب وبيصاب، او بيلعب ماتش بعد الظهر وبيصاب، وتاني يوم تلقى اتنين كمان دخلوا اصابه، وتلقى بعد شهر واحد رجع من الاصابه واصيب. فشيء طبيعي، كان في حاجه يعني غريبه جدا جدا اللي هي نسميها يعني ازمه الاصابات المتكرره، اللي هو البعض كان بدا يطلق عليها يعني تجاوز المستشفى الاهلي وكلام من ده. كل هذه اكبر صعوبه واجهت الاهلي بالتاكيد. كان في مدير فني على درجه جيده جدا بيعشق الاهلي، ولكن ما قدرش يصمد قدام كل هذه المتغيرات، والجمهور ما قدرش يصبر كمان اللي هو كارترون، وكان الحل ان هو يمشي، وعشان خاطر نحاول ندور على السبب في ان الاهلي ازاي بيقع في مباريات بسيطه والحاجات دي كلها. طبعا كل الناس عارفه الاهلي كان ليه يعني في مشاكل عنده، في مشاكل كان في نوع من انواع يعني عدم يعني ان احنا ما دعمناش الفريق كويس الموسم اللي فات، فاثر على بدايه الدوري، زائد الاصابات، زائد كل الكلام ده، التقوا مع بعضهم كلهم وعملوا مشكله. جت فتره انتقالات الشتويه، الاداره عملت جيم رائع جدا جدا بسرعه رهيبه جدا. تم تدعيم الصفوف بعدد من اللاعبين وبسرعه سدينا النقص في حتت وكذا وكذا وكذا، ده يحسب للاداره، دي ايجابيه كبيره جدا. نقلت الاهلي من فريق زي بيقولوا مش طايل المنطقه الدافئه الى فريق ان هو حط رجله على اول المنافسه. يجي رمضان صبحي، يجي محمد محمود وحظه سيء، بعد اسبوع واحد يصاب، لكن كان في اكتر من لاعب بدا الشحات. طبعا حسين الشحات جه، في اكتر من لاعب بدا جيرالدو، بدانا القصه يبقى في اداره، الاداره بتتحرك على بطريقة علمية ان هي تسد الثغرات دي في خلال فترة الانتقالات الشتوية. شيء طبيعي جدا 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 ان في ظل زحمة المباريات، وظل 3 ايام كل 3 ايام مباراة، وظل ان في دوري ابطال افريقيا والاهلي بيلعب، كان لازم في حاجة تقع من الاهلي. مع كل الظروف الصعبة دي كان لازم حاجة تقع من الاهلي، اللي هي زالت عليها جماهير الاهلي بصفة خاصة والجماهير المصرية بصفة عامة، دوري ابطال افريقيا. يعني فقدان لقب دوري ابطال افريقيا ده عامل كان كبير جدا، سلبي جدا على الجماهير وعلى اللعيبه وعلى كل حاجه. واي فرقه بعد ما تخرج من بطوله افريقيا في دوري ابطال افريقيا كان ممكن تقع، وكان ممكن خلاص تقول خلاص يلا الدنيا الليله انتهت، نلم الكراسي ونضرب كرسي في الكلوب وخلصت القصه على كده، ندور على مدرب تاني، نشوف اللعيبه اللي ما تنفعش يقولوا لها انت مش هتنفع من دلوقتي، ونبدا نديهم جرعه احباط
لكن الإدارة تاني أثبتت تفوقها تفوق رائع وكبير جدا جدا إن هي رجعت تاني وعملت العمليات والانتقالات الشتوية وراحت مجددة الثقة في المدير الفني، وأنتوا لسه ما زلتوا تحملون لقب بطولة الدوري ولازم تحافظوا على اللقب ده. الفرق كبير آه مع المنافسين مفيش مشكلة، الأهلي قادر، الأهلي على قد التحدي، الأهلي كذا، وبدأنا نطلع تاني ونشوف القصة. كل دي دروس بتستفاد، الجمهور ما ياخدش باله منها أحيانا، حاجات تفاصيل صغيرة دي ما ياخدش الجمهور بيها، ولكن إن هو فورا تبدأ العملية تصحيح تصحيح تصحيح، مع كل تدريب كان فيه تصحيح، مع كل تدريب فيه معالجة الأخطاء، مع كل تدريب بنقول للدكتور خلي بالك كان فيه حاجة حصلت مش عايزينها تحصل تاني، الإصابات تقل، المصابين يبدأوا يرجع عدد منهم، واخد بال حضرتك؟ ده كله ده عطانا في الاخر ان هو ده موسم صعب جدا جدا، وبعدين جت النتيجه الايجابيه الرائعه ان انت بتاخد الدوري وبتاخده بفارق كبير، فارق 8 نقاط ده فارق كبير جدا طبعا في بين البطل والوصيف، ده فارق كبير جدا في اي دوله من الدول اللي بتفهم في الكوره والعادي، يعني ده فارق رهيب. السيتي وليفربول لحد اخر مباراه نقطه، نقطه واحده، الصفاق الترجي والصفاقس نقطتين، مفيش اي، كل الدول الدوريات بيبقى دايما وابدا بيبقى الفرق نقطتين ثلاث نقط، انك تبقى متاخر بفارق 15 او 14 نقطه بالسلب وتطلع تتعادل وبعدين تبقى 5 نقاط وبعدين تبقى 8، ده شيء رائع جدا جدا يحسب للأهلي. عشان كده بقول لك ده لقب تاريخي، يعني هيظل كده الناس اللي بتكتب وبتسجل وتوثق تقول ان اللقب 41 ده لقب تاريخي، زيه بالظبط زي اول لقب خده الأهلي سنه 1948. هل حضرتك شايف ان يعني إدارة التعاقدات زي ما هي جيدة في التعاقد وفي ان هي ملتزمه ببعض الامور اللي بيتم تنسيق ما بين مجلس الاداره والجهاز الفني وما بينها، هل حضرتك شايف ان رحيل لعيبه من النادي الاهلي بالشكل المحترم وبالشكل الرائع اللي احنا بنشوفه انه بيكون في اعتراف بالجميل ومداومه على علاقه الود اللي موجوده، هل ده فقط في منظومه النادي الاهلي المصري عشان كده ده اللي بيميز الاهلي عن بقيه الانديه؟ بالتأكيد انت بتتكلم في حاجة مهمة جدا جدا. اولا احنا الاهلي ما بيتركش ابنائه او ما بيتركش لعيبته بطريقة جزافية، يعني ممكن جدا تبص تلقى في بعض الانديه بتسيب 3 4 5 6 7 لعيبه وتمشيهم وخلصت القصه ويديله ورقه استغناء للنادي الثاني من غير ما هو يعرف مثلا، يعني او خلاص عرضته للبيع ويقعد اشهر بيه ان ده معروض للبيع والكلام من ده. الاهلي عندما يترك بيترك في الشديد القوي، يعني لولا ان القيمه بتاعت الاهلي مكتمله ما كانش ساب محمد نجيب، لولا انه الظروف كانت صعبه جدا ساعه الانتقالات الشتويه وكان ما كانش ساب سليف اكيد سليم كوليبالي اللي هو كان قلب الدفاع، وشفت الراجل مشي باحترامه ولغايه دلوقتي نفسه يرجع الاهلي. حضرتك كان معايا اليو ديانج في حوار وقال لي انا اول لما النادي الاهلي اكيد اتكلم معايا رفعت سماعه التليفون وسالت سليف كوليبالي على النادي الاهلي، قال لي نادي كبير ونادي عظيم، لو عايز تعمل القاب ولو عايز تعمل تاريخ لنفسك لازم تروح النادي الاهلي. ليه؟ لأنه هو لما جه الراجل جه تمت معاملته معامله رائعه جدا، شاف كل احترام وكل تقدير، ما فيش اي نوع من انواع التقصير الاداري اللي بيبقى موجود في الانديه الاخرى، يعني حتى لما جه الاهلي يستغنى عنه استغنى عنه بطريقه جميله جدا، وان انت معلش المرحله اللي جايه انت مش معانا فكذا، لو عندك عرض ماشي، لو احنا نجيب ما فيش اي مشكله خالص، يعني نوع من انواع الاحترام. انت كم لاعب النهارده الاهلي استغنى عنهم في خلال الانتقالات الصيفيه؟ هتلاقيهم بالكتير خالص 2-3 بالكتير خالص، لكن الباقي كله اعارات ومشتغل وشغال مع الاهلي وهيجي يوم من الايام يرتد الاهلي. في فرق تانية بتغير 13 لاعب بتمشيهم خالص وممكن جدا يكونوا متربيين في النادي ويخلع الفينه ومفيش مشكله خالص، وفي ناس تانية بتروح تجيب لاعب من على ابواب الاعتزال وتقول احنا جايبين لك عشان نكرمك، مش اكتر من كده، يعني انت لا لعيب ولا يحزنون، احنا جايين بس عشان تعتزل عندنا في بين جدران النادي. طيب احنا لسه مكملين مع حضرتك لكن هنروح لفاصل وبعدين نرجع نكمل مع حضراتكم في الاهلي ليله، خليكم معانا. اهلا
اهلا بحضراتكم من جديد ولسه مكملين مع الناقد الرياضي الكبير الاستاذ محمد صادع علشان بنتكلم في ملفات عديده يعني اهمها ملف النادي الاهلي والاستعداد للقاء دوري ابطال افريقيا ايضا الاستعداد لكاس مصر وايضا هنتكلم على المنتخب واختيار المدير الفني والقرارات الخاصه بلجنه المسابقات. استاذ محمد كنا بنتكلم عن الاهلي قبل الفاصل لكن عايز اسال حضرتك سؤال مش عشان احنا موجودين هنا في قناه الاهلي لكن انا عايز اعرف من حضرتك هل كنت تتوقع فوز النادي الاهلي باللقب بعد التعثر الكبير اللي حصل له وبعد التاخر في عدد النقاط اللي حصل كان عندك يقين او كان عندك وجهه نظر ان الاهلي ممكن يفوز بلقب بطوله الدوري؟ طبعا انا مش يعني 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 اي حد مذاكر التاريخ هيقول لك انا كنت مواثق تماما ان الاهلي هينافس على لقب الدوري وياخد لقب الدوري. انا راجل في الصحافه الرياضيه النهارده 30 سنه كل السوابق اللي قبل كده بتقول ان الاهلي ما تفرقش معاه عدد النقاط احنا في 98 كان في فرق 13 نقطه بين الاهلي والزمالك مع نهايه الدور الاول، الدور الاول خلص والزمالك فارق 13 نقطه عن الاهلي، الاهلي كسب الدوري بفارق نقطتين. فحاجه زي كده لما يكون عندك حاجه كده وما كانش فيه موسم صعب ولا كان فيه اصابات ولا كان فيه ظروف موسم استثنائي ولا كان فيه يعني حاجات كتيره صعبه جدا جدا، لكن كان موسم عادي جدا، الزمالك متقدم، الدور الاول خلص وهو متربع 13 نقطه، اي حد يقول لك خلاص الدوري بتاع الزمالك، ورغم ذلك الاهلي خد الدوري. في مره ثانيه كان برضه كان في فرق المره دي مش 13 كان تقريبا 11 نقطه او 9 نقاط، والاهلي قدر يخلص الدوري بهذا، فما كانش فيه اي نوع من انواع الشك ان الاهلي قادر على انه يوصل للمقدمه ولا لا. انه يوصل مقدمه ده انا ما كانش فيها شك، انه يبقى يتغلب في النهايه على المنافس التقليدي بتاعه هي دي اللي كان الواحد بيراهن فيها على الروح وعلى كذا وعلى كذا وكذا. زائد ان انت لو بصيت للمنافس اللي هو الزمالك في اخر 6 أو 7 أسابيع او بالتحديد من اول 15 مايو وانت طالع هتلقى انه الكيرف بتاعه بدا ينزل لان في مشاكل اداريه كتيره جدا مع المدرب، في مدرب هيمشي، في كذا، في لعيبه هتفك القصه منه، في كذا، في الحاجات دي كلها. فدي كلها بتديك مؤشرات ان الاهلي يستطيع انه يحسم اللقب لصالحه، وعشان كده ما كانش في نوع من انواع التخوف ان الاهلي هيحسم اللقب ولا لا، كان في نوع من انواع اليقين. ولو سالت اي حد اهلاوي كان يقول لك انا واثق ان الاهلي ممكن جدا يعوض ويقدر يوصل للمنافسه او ياخد دوري في الاخر، دي تبقى حاجه خاصه باخر 3 مباريات والقدره والنفس الطويل اللي بنقول عليه والاداره الجيده والحاجات دي كلها مع بعضها. حضرتك قلت لي خبرات طويله جدا في المجال الرياضي، تمام، لكن حضرتك قلت لي اللي راجع وذاكر التاريخ هيلاقي ان الاهلي مش اول مره يتعرض للتاخر في النقاط وانه يحسم لقب الدوري. بالظبط. طيب تقول ايه للي دايما شايف من الاجيال الجديده واللي مش مذاكر تاريخ كويس واللي بقاله يعني مش كتير قوي في العمل الرياضي والمجال الرياضي اللي شايف النادي الاهلي يعني خلاص ان الاهلي خارج المنافسه والاهلي في المنطقه الدافئه وان الاهلي صعب عليه يفوز بلقب الدوري؟ هو كذا حد الصراحه مش واحد بس طبعا، كذا حد قال طبعا ان الاهلي خلاص الموسم ده صعب جدا انه يعود، عنده مشاكل، عنده يعني نقص في الصفقات، نقص في المراكز، عنده اصابات كتيره، لكن كان عنده يعني ثقه زياده عن اللزوم قوي وقال ان الاهلي في المنطقه الدافئه او قالوا ان الاهلي في المنطقه الدافئه وان الاهلي صعب جدا انه يحسم لقب الدوري وان الدوري ده يعني وات ايفر بقى زملكاوي بيراميدزاوي. ده كلام جميل جدا. ده واحد من الناس او اللي بيقول كده عنده حاجتين اتنين بس، اما انه انتمائه بيغلب عليه وبيغلب على عقله وبيغلب على الكلام ده كله ويبقى هو بيتكلم عن الحب والانتماء للقميص اللي بيعشقه وبيتمنى له كل خير وبيراهن على ان التاني هيفشل، وده بيحكم عاطفته وما بيحكمش العقل، لا بيحكم العقل ولا تاريخ ولا منطق ولا امور اداريه بتتم ولا بيتابع الفرقه بتاعته بيشوف هل هي عندها نفس طويل ولا لا. يعني انا عايز اقول للناس اللي كانت بتراهن كده، هل يعقل ان في فريق بيلعب ب 13 لعيب طول الموسم فقط لا غير، مفيش اي نوع من انواع التدوير، وبحارس مرمى واحد فقط لا غير، ان هو يقدر يفضل منافس ويقدر يكمل وياخد لقب الدوري؟ ما ينفعش في كره القدم، ما ينفعش، لازم يكون عندك فرقه قاعده على الدكه وفرقه بتلعب، لكن 13 واحد بتلعب بيهم طول الموسم، يا اما يقع منك جنش
او لما يقع منك اي لاعب خلاص مش تقدر تعوضه، يبقى انت ما عندكش النفس الطويل تكمل بيه. هي اداره زائد تدريب زائد فكر زائد تخطيط زائد لجنه كوره زائد كل الكلام ده كله زائد مدير كوره بيشوف النواقص ايه وبيكملها اول باول. كان بيحصل الكلام ده في الاهلي، في مع الزمالك ما كانش بيحصل. فاللي كان بيراهن على ان الزمالك خد الدوري خلاص وحسب المنطقه وان هيبقى في فارق بينه وبين الاهلي والاهلي في المركز السادس او الخامس او الكلام من ده، اولا ما زي ما قلنا التاريخ ما بصش التاريخ خالص اطلاقا، حكم العاطفه بتاعته بس. فده يعني احنا ما نقدرش نقول له لا، نقول له هارد لك وبعد تاني مره بحسبها صح. هل اداره النادي الاهلي ليها دور في تدعيم وتصحيح المسار لفريق كره القدم بعد ما تاخر في عدد النقاط وبعد ما خرج من دوري ابطال افريقيا؟ هل حضرتك شايف ان الاداره اتعاملت مع الموضوع بشكل فيه احترافيه؟ ده بالعكس، ده الدور الاكبر في الفوز بلقب الدوري للاداره. للاداره فعلا، يعني انا مش بتكلم عشان خاطر مجامله في قناه الاهلي او كلام من ده، لا، الاداره هي اللي حطت السيناريو الكامل لعوده الاهلي من بدايه زي ما اتفقنا في اول الحلقه، من اول الانتقالات الشتويه خططت صح، من اول بتغير بتجيب مدير كوره، جابت الكابتن سيد عبد الحفيظ في توقيت مناسب جدا، بتجدد الثقه في مدرب خرج من بطوله افريقيا. كان ممكن لو انت مشيت المدرب محدش كان هيلومك، خلاص ده خرج من بطوله افريقيا بنتيجه غير متوقعه على الاطلاق، تمام. ولو انت شلته وجبت اي مدرب تاني محدش هيلومك. لكن الاداره النهارده لما تبقى فيها باقي 6-7 مباريات وتراهن على المدرب وتدي له ثقه وتدي اللعيبه الثقه وتقول لهم كملوا مفيش مشكله، احنا عندنا لقب الدوري وانت متاخر برضو، يعني انت بتكمل الدوري وانت متاخر، ما كنتش ركبت لسه المركز الاول. فالاداره ليها موقفين او ثلاث مواقف الى جانب الدعم بقى اليومي. انت ما تنساش يعني تقول مجلس اداره الاهلي كان بيروح كام تدريب للاهلي، كان بيروح المباريات يحضر المباريات، ما كانش بيبقى في اي نوع من انواع، يعني في عز ازمات الاهلي ياما الاهلي خسر قدام المقاولين العرب مثلا، الاداره كانت موجوده في ودعمت الفريق ودعمت اللاعبين، مفيش مشكله نعوض الماتش اللي بعده مفيش مشكله. فدور الاداره اكتر من 60%، الفضل يرجع الى اداره الاهلي بمجلس اداره الاهلي بالتاكيد، واداره الاهلي بكل تاكيد، وللكابتن محمود الخطيب بالتاكيد دورهم دور كبير جدا في دعم الفريق وان هو يوصل للقب ويحقق اللقب ده. طيب احنا اتكلمنا قلنا على طريقة رحيل اللاعبين في النادي الأهلي، طريقة أكثر من ممتازة أكثر من محترمة. دايما اللعيب لما يرحل عن النادي الأهلي بيرحل للشديد القوي زي ما حضرتك قلت، ودايما بيكون فيه يعني حب وعاطفة. وشفنا محمد نجيب ازاي اتكلم وقال على رحيله عن النادي الأهلي، وازاي جمهور الأهلي، وازاي الموقع الرسمي، وازاي مجلس الإدارة شكر محمد نجيب. لكن عايز اتكلم في العكس، عايز اتكلم على إدارة التعاقدات ورأي حضرتك فيها في شغلها من خلال اتمام تعاقدات وصفقات مهمه للنادي الاهلي وفي توقيت مهم، وفي نفس الوقت بيشتغلوا وبيعملوا في صمت محدش بيحس بيهم الا لما بيتم التعاقد مع اللاعب وبيتم يعني انه بيمضي على عقد انضمامه للنادي الاهلي. شوف، اولا يعني انا هبقى ظالم لو قلت ان لجنه التعاقدات او اداره التعاقدات دي عملت انجاز رائع وانجاز كبير. لا، ابقى ظالم فعلا، لان هناك ادوار مكمله لبعضيها. بالظبط. من لجنه تخطيط الكره لمجلس اداره النادي، المشرف العام على الكره، رئيس النادي، لجنه التعاقدات، كل دول مع بعضيهم عملوا سيمفونيه بمعنى اصح. والنهارده التعاقدات بتاعه الاهلي خرجت من اطار ان في ناس بتتعاقد للمظهريه، احنا جبنا صفقات جبنا وجبنا وجبنا. لجنه الكره او لجنه التخطيط حددت المراكز بناء على تقارير من الجهاز الفني، ادي رقم واحد، عندك مراكز 1 2 3 4، يبقى انت عايز 4 صفقات او 5 صفقات. طيب الخمس صفقات مواصفات كذا وكذا وكذا وكذا، طيب الراجل بتاع التعاقدات تقدر تخلص مين ومين ومين ومين، بيحط لسه بالاسماء والاولويات لفلان وفلان وفلان، كل ده بيجري في صمت تام، لدرجه ان الناس اللي بتحب الاهلي عايزه كانت قلقانه جدا. الموسم الانتقالات بدا وقرب يخلص والقايمه هتتقدم يوم 28 والاهلي لسه ما عملش اي صفقات. رمضان صبحي كان في اصرار على انه يخلص لانه في قيمه موجوده وممكن. فانت النهارده حددت احتياجاتك في 4 أو 5 لاعبين وحققتهم كلهم وجبتهم بمواصفات دقيقه جدا، تمام.
فده يحسب للجميع مش للإدارة فقط ولا لجنة التعاقدات ولا لجنة التخطيط ولا للجهاز الفني، لا المجموعة كلها. فشيء نموذجي وفي نوع من أنواع الشفافية الكبيرة جدا، بتخلص لاعب بتخلصه مع نادي، مش بتخلصه مع وكيل، مش بتروح تبقى في طرق ملتوية، مش بتروح انت بتعلم بتقول انا هجيب فلان وبعدين مش عارف ايه، لا يعني انت بتعمل نموذج للتعاقدات، بتقول لي كل الأندية اللي عايز يشتغل بشفافية وعايز يخدم ناديه لازم يعمل كده، اللي مش عايز يعمل كده يبقى يتعاقد مع 10 ويمشي 13 ويمشي 15 في كل موسم يتكرر الكلام ده. معلش احنا بنتكلم بصراحة ووضوح خالص، الناس كلها شايفة القصص دي كلها، في نوع من أنواع الحرص الشديد على فلوس النادي. انت النهارده نفسك طويل وانت بتتفاوض مع الاسماعيلي عشان تجيب محمود متولي، هتجيبه من الانتقالات الشتويه الماضيه وبتتفاوض، والاسماعيلي بيرفع السعر وانت بتخش وبتعمل عرض واثنين وثلاثه، واللاعب يتمسك بيك مره واثنين وثلاثه ويرفض كل العروض اللي تجيله، ده معناها ان انت ماشي بسيستم ونظام في شفافية ونظافة يد بالتأكيد، هي اللي في الآخر بتخلي اللاعب يقول لك إيه، أنا شرف لي أن أنا أرتدي القميص ده عشان خاطر إدارته كانت واضحة وهي بتكلم معايا ومع النادي بتاعي، ما خدتهش ورحت في مكانه ومضيته وبتاعه وكلام من ده وضغطت على النادي ولا كلام من ده، لا ده أنا تفاوضت مع النادي لغاية آخر لحظة. واللي حصل في أفشة نفس الكلام تكرر مع بيراميدز، بيراميدز عايز مبلغ كبير واللاعب عايز النادي اللي هو يقدر يرتاح ويلعب فيه ويعمل فيه نجوميته، والأهلي على قد لحافك مدد رجليك، لا الصفقة دي هتساوي كده يبقى هو المبلغ ده كده، لو رست ان انا ما اخدش الصفقة وما كلفش النادي 5 مليون او 10 مليون جنيه يبقى خلاص، يبقى اهلا وسهلا ما فيش مشكلة خالص. طيب تعالى حضرتك نروح بقى لملف الاتحاد المصري لكرة القدم، عندنا نقاط عديدة وكثيرة زي ما قلت حضرتك، عندنا اجتماع كان موجود النهاردة ما بين لجنة المسابقات مع الأندية والقرار اللي اتاخد أو في بعض القرارات منها إقامة دور ال 32 بدون الدوليين ودور ال 16 بدون لاعبي المنتخب الأولمبي، رأي حضرتك في القرار الأول قبل ما نروح للقرارات الثانية؟ يعني هو طبعا يعني بالتأكيد أنت النهارده ما عندكش مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، بس عندك الناس اللي هي عندها خبرات بتدير لجنة المسابقات وشايف الوضع قدامها. فأنت النهارده ياما بتكلم على دور 32 في بطولة كاس مصر تمام، لا تدير أبدا الأندية الكبيرة انك تلعب بدون الدوليين اصلا يعني وقبل كده اتعملت مره واثنين وثلاثه فيهاش اي مشكله. طالما انت واضح وصريح ومواعيدك مظبوطه وثابته يبقى النادي يقدر يعمل احتياطاته، يقدر يجهز البدلاء اللي هم يبقى بدلاء للدوليين، ما فيش اي مشكله خالص. يبقى ما فيش اي ادنى مشكله، انت بتبدا الموسم بتحط اسس وقواعد ثابته، طالما حطيت الاسس ما حدش يزعل، خلاص خلصت بدون الدوليين. لكن ما تجيش الاول كان بيحصل ان انت بتيجي تفاجئني قبل المباراه تقول لك قبل معسكر المنتخب لا والله معلش احنا هنلعب من غير الدوليين، لا مش عارف ايه، لا كذا، وشد وجذب وبتاع، وانت عندك اصابات ما تقدرش تستغني، فهتضطر تقول لا. دلوقتي انت عارف قبل يبدا الموسم وقبل ما تبدا المسابقه الجديده ان بدون الدوليين دور ال 32 ودور ال 16، خلاص اهلا وسهلا، تعظيم سلام للقرار وانا بأؤيده تمام التمام طالما الامور واضحه. واول شيء في الموضوع لمجلس اداره الاتحاد الجديد انه لازم يكون في لوائح ثابته ومحترمه وفي نظام الكل ماشي عليه. طيب امبارح كان عيد ميلاد واحد من اساطير ورموز النادي الاهلي الكابتن حسن حمدي، كل سنه وهو طيب ودايما يا رب بصحه وبخير، و يعني رمز من رموز النادي الاهلي ومن انجح من رموز الكره المصريه. لا معلش انا اسف جدا، من مش النادي الاهلي فقط، من رموز الكره المصريه صح. كابتن حسن حمدي انجازاته كلاعب وثم نائب رئيس نادي ثم مدير كوره ثم رئيس نادي صح. بالتاكيد انجازات يعني فك 20 رئيس نادي قبل كده طبعا. او بعد كده مفيش مشكله خالص يعني مش هتكرر، شخصيه من الشخصيات الخلوقه المحترمه اللي هي يعني في قمه الاداره الرياضيه، فمش هو مش مقصور على النادي الاهلي، لا ده بتاعنا كلنا يعني بتاع الكره المصريه كلها، هو مش معنى ان هو ما دخلش اتحاد الكوره او ما راحش في اي مكان تاني مش معنى ذلك ان هو يبقى مقصور على النادي الاهلي، كلنا بنقول كابتن حسن حمدي كل سنه وانت طيب. طيب استاذ محمد صادق خلص كل الكلام اللي انا ممكن اقوله، تعالوا نروح نشوف تقرير
عن وزير الدفاع الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الأهلي السابق بمناسبة عيد ميلاده، ونرجع نكمل مع حضراتكم، خليكم معنا. حسن حمدي فخامة الاسم تكفي، سجل إنجازاته يتحدث عن نفسه، وروعة مشواره يضعه في مكانة خاصة، تاريخه الفريد يمنحه مقعدا بين الأساطير، وحبه للأهلي شاهد على كل المواقف والأحداث. محمد محمود حمدي إسماعيل الشهير بحسن حمدي واحد من رموز النادي الأهلي العريق الذي أنجب الكثير من العلامات والنجوم. 57 سنة في حب الأهلي، مشوار طويل من العمل والجهد والإخلاص والوفاء وعشق الأهلي والتمسك بأخلاقياته ومبادئه. 57 عاما لم يغب حسن حمدي عن الكيان، لم يغب أيضا عن ذاكرة الجماهير التي تعلقت به كلاعب فذ في خط الدفاع. التحق حسن حمدي بقطاع الناشئين بالأهلي كلاعب حالم بكتابة تاريخ مختلف، وذلك بالرداء الأحمر فتحقق له ما أراد وما خطط له. تألق مع الفريق الأول لسنوات، وصل لقمة مستواه في منتصف السبعينيات محققا الكثير من الألقاب قبل مغادرة الميدان مرغما بسبب الإصابة اللعينة التي حرمته من محبوبته كرة القدم، ليقرر الاعتزال وعمره 28 عام. لكن سرعان ما بدأ مشوار الإدارة عندما تولى منصب مدير الكرة عام 79، ليصبح أصغر من تولى المنصب الرفيع ليواصل الإنجازات وتحقيق الأرقام والبطولات، وليفوز بالدوري 6 مرات والكأس 4 مرات وبطولة إفريقيا لأول مرة عام 82 وأبطال الكؤوس 3 مرات. هذا هو حسن حمدي الذي لا تسمعه يتحدث عن الأهلي إلا بالفخر والعرفان بالجميل. حمدي الذي يعتبر الأهلي مؤسسة تربوية واجتماعية كبرى قبل أن يكون منبعا للنجوم وعاشقا للألقاب والبطولات. يرى حسن حمدي دائما أن جمهور هذا النادي العظيم هو سر عظمته، فنال وزير الدفاع الأهلاوي محبة خاصة عند جمهوره الغفير. تقلد حسن حمدي كل المناصب بعد مدير الكرة، أصبح عضوا بمجلس الإدارة ثم أمينا للصندوق ونائبا لرئيس النادي، ليخوض مشوارا عظيما مع الراحل الكبير صالح سليم. وبعد وفاة المايسترو التف الجميع حول حسن حمدي، وجدوا فيه الرجل المناسب في هذا التوقيت العصيب. حقق حسن حمدي ومجلسه الكثير من الألقاب، ففاز بالدوري 9 مرات والكأس 3 مرات ودوري أبطال إفريقيا 5 مرات ومثلها للسوبر الإفريقي، ومشاركات مهمة في مونديال الأندية 5 مرات، منها مشاركة تاريخية بالفوز ببرونزية كأس العالم عام 2006، إلى جانب إنجازات كبرى في كل الألعاب. مع حسن حمدي ورفاقه أصبح الأهلي الأكثر تتويجا بالألقاب في العالم برصيد 19 بطولة قارية، ليعتزل العمل العام وهو على قمة المجد والعطاء. في عام 2008 اختارته الحكومة النمساوية سفيرا لإفريقيا في بطولة الأمم الأوروبية ونال تكريما خاص. في مارس 2017 نال حسن حمدي جزءا مما يستحق، فأهداه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وسام الاستحقاق نظرا لتاريخه الفريد مع الأهلي. حسن حمدي واحد من علامات هذا النادي العظيم، سوف يظل لدى جمهوره ابنا وفيا لم يرى الأهل منه إلا كل الخير والولاء.
اهلا بحضراتكم من جديد. استاذ محمد، الكابتن سيد عبد الحفيظ علق النهارده على الاجتماع وقال ان النادي الاهلي بيطالب بتطبيق اللوائح على الجميع في الموسم الجديد. قال الكابتن سيد ان الاجتماع اللي تم عقده من قبل لجنه المسابقات باتحاد الكوره اليوم مع مندوبي انديه الدوري المصري كان الهدف منه الاطلاع على رؤيه الانديه لشكل المسابقات المحليه في الموسم الجديد. وقال الكابتن سيد ايضا ان كل نادي قدم رؤيه عامه ومقترحاته بشان الموسم الجديد من وجهه نظره، وان كل ما طلبه الاهلي واكد عليه خلال الاجتماع هو ضروره وضع لوائح وقوانين صريحه لكافه المسابقات تسري وتطبق على جميع الانديه دون استثناء ولا يسمح لاحد باختراقها. اشار كابتن سيد ايضا الى ان هناك رغبه جماعيه من كل الانديه بعوده الجماهير للمدرجات خلال الموسم الجديد، خاصه بعد نجاح اللي شهدته مصر من خلال بطوله الامم الافريقيه والسلوك المثالي للجماهير، وهو ما يفتح الباب امام عودتها بصوره طبيعيه في كافه المسابقات المحليه. جميل. هو اول ثلاث جمل او اول جمله هي دي المهمه جدا، ان يبقى في مسابقه في لائحه محترمه وطبق. مش لائحه مطاطه يعني تبقى واضحه وصريحه وما فيش اي حد يتجاوزها او اي حد يلتف حواليها او اي تليفون يغير ميعاد مباراه ويحط ميعاد تاني. ما ينفعش الكلام ده خالص. لو انت عملت لائحتك مظبوطه، لائحه المسابقه اللي انت هتلعب عليها، والكل احترم هذه اللائحه بدايه من اتحاد الكره وانتهاء بالانديه، فشيء طبيعي هيبقى موسم مثالي ويبقى موسم كويس جدا جدا. لو حطيت جدول هتلتزم بيه، لو حطيت مواعيد لمباريات هتلتزم بيها، لو حطيت نظام لدوليين او غير دوليين في بعض المباريات الكل هيلتزم بيها، لو حطيت اجنده دوليه محترمه وقلت المنتخبات التوقفات في الفتره من كذا لكذا وكذا 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 وكذا، والتوقفات دي فيها مباريات للمنتخب او ما فيهاش مباريات للمنتخب. لو كل الامور دي واضحه، بمعنى أصح لائحة جيدة للمسابقة وتطبق على الجميع بدون أي التفاف عليها، بالتأكيد هيبقى من أنجح المواسم حتى ولو لم يكن هناك مجلس إدارة اتحاد كرة القدم خالص. حتى لو ما انتخبناش مجلس، حتى لو كان هناك لجنة تسير هذا الموسم، لجنة فنية أو لجنة تدير الاتحاد من خمس أفراد زي ما هو مطروح حاليا لمدة لغاية يونيو 2020، لو عملت لائحة منتظمة محترمة وفي رابطة أندية محترمة موجودة بعد كده، يبقى الاثنين دول مع بعضهم هيديك موسم محترم جدا جدا. أستاذ محمد، ملف المدير الفني لمنتخب مصر عايز أخد فيه رأي حضرتك قبل ما نروح لبعض القرارات اللي ممكن يعني تنتج من خلال لجنة المسابقات، زي إلغاء الفار وعدم تطبيق الفار الموسم القادم للكرة المصرية، وزي ما برضو في قرعة هتكون موجودة بعد عيد الأضحى، وزي ما كل فريق هيلعب على ملعبه، وزي ما الجمهور هيرجع تاني إن شاء الله. نادي المصري هيلعب أهلي وزمالك بره ملعبه. لكن عايز أعرف رأي حضرتك في ملف المدير الفني. هل حضرتك شايف أن المدير الفني المصري ملف سهل، ولا عندنا شوية صعوبات في اختيار المدير الفني للمنتخب المصري الفترة القادمة؟ شوف، احنا كان في صعوبات كبيرة جدا جدا الأسبوع اللي فات. نص الصعوبات دي طارت، لأنه كان في ناس بتقول لك وطني ولا أجنبي. الرئيس طلع أعلن الرئيس صراحة خلص قال وطني. خلص ليه؟ طبعا الرئيس بشعور وطني قال وطني. ليه؟ لأنه هو شايف الملايين بتهدر والنتيجة واحدة. طب ما بدل ملايين الدولارات دي اللي بتهدر وبتروح ما تعرفش طريقها بتروح سكتها فين ورايحه منين وجايه منين، لا، من خلينا في الوطني وبنأولها وطني وخلصت القصه على كده. طيب احنا هذا الاسبوع كله الكلام عن المدرب الوطني. مين هو المدرب الوطني؟ طبعا انت عشان خاطر كان في سياسات خاطئه على مدار 10 سنين 15 سنه، قول براحتك، كان في سياسات خاطئه في اختيار المدربين. بمعنى اصح ان انت النهارده كان مفترض ان انت بتعمل قاعده كبيره من مدربي المنتخبات، لا، انت كان عندك المدرب المنتخبات بتدور بين 5 6 7 8 مدربين، ويبقى ده يمشي ده يجي هو تاني يجي تاني مره تانيه وثالثه ورابعه ويفشل هنا وبعدين يجي تاني في الحته دي وهكذا. بمعنى اصح لو ان هناك سيستم موجود من زمان من لجنه المدربين في اتحاد كره القدم، ان المدرب اللي يبدا صغير
ويبدا بمنتخب 14 ويروح بافريقيا ومنتخب 16 يروح افريقيا ويوصل كاس عالم يتصعد لمنتخب الشباب بعد كده ويعمل انجاز مع منتخب الشباب يصعد للمنتخب الاولمبي ويعمل انجاز مع المنتخب الاولمبي يصعد المنتخب الاول. ما كناش بقينا في الحيره اللي احنا موجودين فيها. لكن احنا كان ممكن جدا نشوف مدرب يجي يمسك المنتخب الاول وبعدين يفشل وبعدين يرجع يمسك المنتخب الاولمبي وبعدين يفشل وبعدين يرجع تاني يمسك المنتخب الاولمبي ثالث وثالث ورابع وكذا. فعشان كده احنا اصبحنا ايه اولا القاعده بتاعه المدربين ضيقه جدا جدا لدرجه ان احنا عندنا 5-6 مدربين نتكلم عنهم. هل القاعده ضاقت ولا لعبه الكراسي الموسيقيه في مصر في الدوري المصري هي دي اللي خلت القاعده بقت صغيره وحرمت مدربين كتير عندهم اسامي ان هم حتى مش يكونوا بس موجودين مع المنتخبات دول يكونوا كمان موجودين مع الانديه؟ لا ما هو لا مع المنتخبات اولا يعني مع المنتخبات يعني انت قصرت المنتخبات على مجموعه من المدربين والمجموعه دي خدت فرص مره واثنين وثلاثه ما عطتش فرص لناس ثانيه دي نمره واحد. وكانت الاختيارات مش بتتم بناء على الكفاءه بنسبه 100% ولا بنسبه 50% حتى كان بالاستلطاف والاستظراف وبتاع وكلام من ده. يا اما واحد ينحف في الصخر ويجيب نتائج ويعمل كذا بيبقى في نوع من انواع الخشة والحياء ان هم يبعدوه عن المنتخب يقول لك لا خليه معانا معلش عشان خاطر يعني ده عمل انجاز وكويس وبتاع وخليه يكمل عشان الناس ما تقولش ان احنا بنجامل اصحابنا وبتاع وكلام من ده. لو حضرتك حددت لي اسماء وقلت لي مين هم الاسماء القادره على تولي منتخب مصر الفتره اللي جايه وجهه نظر حضرتك الشخصيه بعيدة عن اللي هيحصل احنا عارفين ان فيك لكن بص حضرتك احنا ناخد الموضوع كجزئين ناخد الاراء المتداوله وراي حضرتك الشخصي في ايه. هل ده شايف ان القرار هيكون ان شاء الله يتناسب مع الكره المصريه ولا هل في عوامل حضرتك بتقيس عليها اختيارات المدير الفني؟ هل حضرتك هتختار مدى يعني تجاوب الجمهور مع المدربين؟ هل حضرتك تشوف مدى العلاقه في الكيمياء ما بينه وما بين جمهور الاهلي والزمالك والاسماعيلي والكره المصريه بشكل عام مع فصيل معين مع الجمهور؟ هل حضرتك الشخصيه القياديه؟ هل حضرتك الشخصيه الفنيه؟ هل تعامله مع المنتخبات الوطنيه؟ هل انجازاته؟ هل شخصيته؟ هل طريقته ان هو يتعامل مع النجوم ويقدر يفرض سيطرته عليهم؟ هل كل ده حضرتك بتعده وتقوله علشان يتم من خلاله اختيار مدير فني لمنتخب مصر؟ ده كلام جدا. اولا لازم كل اللي انت قلته ده يبقى متوفر في المدير الفني لمنتخب مصر. اول واحد اول حاجه يكون شخصيه قويه يكون شخصيه عنده خبرات في التدريب مش مجرد شخصيه قويه وخلاص لا عنده خبرات في التدريب كويس جدا جدا عنده نوع من انواع القبول لدى الجماهير كلها بصفه عامه لان انت منتخب مصر بيلعب بالجماهير في اغلب الاحيان والجمهور هو السند الاول والاخير بالنسبه للمنتخب في بعض المواقف الصعبه جدا جدا. عنده رؤيه ان هو يقدر يقدمها ما يبقاش صدامي يعني ما ينفعش ان انت تجيب مدرب يبقى صدامي مع لعيبه نجوم انت خاصه وانت عندك اكتر من 12 لاعب محترف فلو جبت مدرب صدامي ممكن يصطدم بشخصيه بلاعب كبير ولا لاعب كويس ولا لاعب كذا يبقى بناء عليها تفقد عنصر من العناصر او تفقد الانضباط. عندك عايز كل الحاجات دي كلها تتوفر في مدرب. بما ان ما عندكش كل الصفات دي تتوفر في مدرب هتلقى واحد يقول لك لا والله انا عايز طارق العشري. لا انا كابتن ربيع ياسين ده كويس جدا جدا ده عمل انجاز مع منتخب الشباب وافترض جاء الوقت ان هو ياخد فرصته. عندك واحد تاني يقول لك لا حسام البدري عشان خاطر عمل مع الاهلي انجازات رائعه جدا جدا كمدرب وبتاع وكلام من ده. يجي واحد يرد عليه ويقول حسام البدري متخانق مع الاهلي وراح بيراميدز فالجمهور هيبقى كارهه. واحد تالت يقول لك لا حسن شحاته الجمهور كله اتفق عليه عشان خاطر خد 3 بطولات وكان عادل بين الاهلي والزمالك بالعكس ده كان بيعتمد على لعيبه الاهلي في الفتره بتاعته واخد بال حضرتك. لا يطلع واحد يقول لا حسام حسن ده شخصيه قويه جدا 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 ومفيش حد لعيب هيقدر يتكلم معاه ويقدر يحقق الانضباط. فانت النهارده بقيت في معضله كبيره جدا محدش طلع. طب صدق بالله في الشارع وانا واحد استوقفني وراجل محترم جدا جدا من اخواتنا اللي هم في النوبه المحترمين فقال لي بعد اذن حضرتك انت ناقد رياضي وبتطلع في التلفزيون وبشوفك في التلفزيون لو سمحت قول لاتحاد الكوره اللي هو لسه ما اختارش مدرب الوطني ما يعملش ما يجيبش واحد مدرب منتخب يجيب 2 مع بعضيهم. قلت له هجيب 2 يعني هجيب حسام حسن وحسام البدري؟ قال لا يجيب مختار وربيع ياسين.
قلت له طب انت بناء على ايه؟ قال لي خبرات تدريبيه وناس كوتشات عملت نتائج محترمه وناس اصلا بتطبق الاخلاق والادب والتواضع والالتزام الداخلي. قعد يقول حاجات كثيره جدا شعر. قلت له الكلام اللي انت معاه بتقوله ده ممكن جدا ما يمشيش مع اتحاد كره القدم. ممكن. طب هل حضرتك ايه اللي ممكن يمشي مع الاتحاد المصري كره القدم؟ هل في اتجاهين فعلا داخل الاتحاد في الاسماء ولا لسه الاسماء محدش قعد واتفق على الاسم اللي تم طرحه، ولا لسه لحد دلوقتي مش رسمي او مش 90% وصلنا للاسم المدرب اللي ممكن يكون هيتم الاعلان عنه، ولا في لسه بعض المقارنات اللي موجوده؟ شوف اقول لحضرتك على حاجه. احنا اولا على شفا بدايه موسم كروي جديد. مظبوط. تمام. في مؤشرات بتقول انه طالما انت داخل على موسم جديد يبقى لو كان في مدرب زي حسام حسن استقال من وظيفته او من شغله في نادي بيراميدز واصبح متفرغ تماما، يبقى هو تلقى اتصالا معينا عشان خاطر يجهز نفسه للمرحله الجايه. لما يكون احمد حسن قاعد في نادي طول الموسم مشرف عام على الكره وكذا وكذا وما فيش اي مشكله خالص في استمراره ويجي يقدم كابتن احمد. كابتن احمد حسن ماشي وما راحش يدرب في اي فرقه تاني، يبقى معنى ذلك ان هو في اتصال او في كلام معاه ان في كذا كذا كذا، واخد بال حضرتك؟ لما يطرح اسم حسن شحاته في اول الامور كلها ان حسن شحاته يبقى مدير وبعدين يبقى في تراجع، يبقى انت كل الاتجاهات بتصب الناحيه دي ناحيه حاجه معينه. ممكن اسالك سؤال مهم؟ هل احنا بنحرق نجومنا اللي لسه مبطلين او اللي لسه داخلين العمل الرياضي او المجال الرياضي او التدريبي او الاداري، هل احنا بنحرقهم ان هم مش بندفع بيهم في الوقت الصح؟ يعني استاذ محمد صادق دلوقتي بدل ما يبدا في الصحافه ويبدا ينضج ويبدا ان هو ياخد خبرات، يعني بعينه على طول وبمسكه منصب كبير بحيث ان هو لا قدر الله لو فشل خلاص كده هو وقع وهو اللي هيشيل الليله، وبعد كده تبقى الدنيا سودة في وشه ودنيا ملخبطة وبيبدأ من أول وجديد. هل ده ممكن؟ هل إحنا اتحاد الكرة عندنا متخصص في هذا النوع من الـ 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 يعني حرق النجوم؟ لا، هو ولم في الفترة الماضية ما عملش نوع من أنواع حرق النجوم. بس أنا بتكلم على اللي جاي. اللي جاي. اللي جاي النهاردة ما أنت مش هتحرق حد. أنت لو جبت حسن شحاتة مش هتحرق. لا، بتكلم على بعض الأسماء بس مش عايز. لو جبت حسن انا بتكلم، انا مش بتكلم على المدير الفني، انا بتكلم على بعض المناصب الاخرى زي مدير المنتخب، زي مدرب العام، زي مدرب حراس المرمى، زي الاداريين. انا بتكلم في كل الكلام ده. ما هو طبعا معاك، انت انا معاك في القصه بتاعه ان لما يجيب مدرب عام صغير السن ما عندوش خبرات مع مدرب برضه يعني كده، فيبقى هو بيحرق الصغير، بيحرقه فعلا بالتاكيد. يعني ياما خلاص انا هجيبها لك مباشر. أيوة. لما تقول احمد حسن مدرب عام مع في سين من الناس، لما تقول حسام غالي مدير كوره، واخد بال حضرتك؟ لما تقول عصام الحضري مثلا مدرب حراس مرمى، فانت كده بتغامر بهذه الاسماء وبتحرقها. انا معاك في دي، لكن طالما بعيد عن الرجل الاول يبقى انت بتغامر بالناس دي كلها. يجب على ان يكون منتخب مصر مجموعه كبيره من الخبرات، مجموعه فعلا خبرات كبيره وتقيله، مش شرط يكون نجم. مش طب سؤال بقى استاذ محمد، هل ازاي بقى نعد نجومنا الكوادر الرياضيه العالميه، النجوم الافريقيه، نعدهم ازاي علشان يكونوا في المستقبل اصحاب المهام في المنتخبات الاولى ويحققوا لنا نفس الانجازات اللي حققوها لما كانوا لعيبه؟ شفنا ماركو فان باستن كان مساعد مدرب فريق الشباب لفريق اياكس امستردام. شفناه بيدرب برضو منتخبات هولندا الصغيرة لحد ما تدرج، وبعد كده بقى مدرب المنتخب الأول أو مدير فني المنتخب الأول. خواكيم لوف مع ألمانيا في 2006 و2010 و2014 مساعد مدرب مساعد، وبعد كده مدير فني وقدر يحقق الإنجاز أو اتنين مدير فني بعد ما كان مساعد مدرب لحد ما حقق لألمانيا اللي هم عايزين يحققوه الهدف اللي تم في 2014. هل ده التدرج الصحيح ليه اي جانب من الجوانب الفنيه في نجومنا لعب كره القدم؟ لو انت عايز تعمل الكلام ده كنت عملته من 10 سنين او تقريبا من 8 سنين، لما جابوا الدكتور عمرو ابو المجد وقالوا له انت مسؤول لجنه المدربين في اتحاد كره القدم، حط لنا نظام عشان خاطر نختار بناء عليه المدربين اللي هم يمسكوا كل المراحل السنيه في اتحاد في المنتخبات، من اول المدير الفني ثم المدرب المساعد ثم المدرب الثاني ثم مدرب حراس المرمى. الراجل راح جه
عليه، قال حاطط نظام كبير جدا جدا، وقال فيه انه الشرط في المدرب يكون كذا، مدرب شبابي وكذا وعامل كذا وكذا وكذا، والسي في بتاعته يبقى عنده كذا، وده لعب دولي ولعب كذا وكذا وكلام من، وبدا يحط نظام كامل جدا لمنظومه المدربين. للاسف الشديد الراجل قدم النظام بتاعه اللي بناء عليه كانوا هيبداوا مع اختيارات، راح قال لك ايه، لا 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 اركن الكلام ده على جنب، هات فلان وهات علان وهات كذا وكذا، مشكلين كذا، انت تعبت جدا والله، مشكلين جدا. راح الراجل في نفس تاني يوم على طول راح مقدم استقالته، متفضلوا انتم مش عايزين تعملوا تخطيط صح لكره القدم. طب هل ما فيش رقيب على الاتحاد المصري لكره القدم؟ ان لو انا دلوقتي قدمت شغلي وقدمت مقترحاتي وتم رفضها، ما فيش رقيب على الكلام ده؟ ما هو انا اللي بعينه وانا اللي برفضه، ما فيش رقيب. ومفترض ان الجمعيه العموميه، وطبعا انت ادرى بالجمعيات العموميه كلها كيف تدار في اتحاد كره القدم كلنا. طب وزاره الشباب والرياضه، هل وزاره الشباب لو دخلت وزاره الشباب والرياضه هتقول لك ايه؟ هتقول لك ده تدخل حكومي، ده بيعين مدير تنفيذي لاتحاد كره القدم، ده بيعين مدير مش عارف ايه، ده دخل، واخد بال حضرتك؟ لكن انا بعتقد انه لا يصح الا الصحيح، وبدايه من المرحله اللي جايه دي والايام اللي جايه دي هيبقى الدوله عينها صحيه قوي لكل كبيره وصغيره في اتحاد كره القدم. ما فيش حاجه هتعدي بقى خلاص، مش هيبقى في وسايط وفي كذا وفي كذا، اعتقد يعني اعتقد ان في اصلاح جاي من فوق. اي نعم، مش تدخل حكومي ولا حاجه، لا ده انت بتحافظ على هيبه الكره المصريه، وعلى انت عايز تطورها وعايز تعمل حاجات كده جدا. في عيون هتبقى مراقبه اتحاد كره القدم ابتداء من النهارده ورايح، واعتقد ايضا ان كل من سيترشح لاتحاد كره القدم في المرحله اللي جايه هيبقى تحت المنظار، واذا ما كانش نظيف وسخ سليم زي ما بيقولوا مش هيخش الجبلية خالص، ومفيش وسايط من النهارده ورايح. انا بعتقد كده، انا بعتقد طالما ان رئيس الدوله وضع في انه في جمهور بيتابع كره القدم وبيعشق كره القدم، ولا بد ان المنظومه دي تتصلح، يبقى هتتصلح. طيب عايز اعرف راي حضرتك في موضوعين. هل حضرتك شايف ان الاتحاد المصري كره القدم تكون مهنه تطوعيه بدون اجر؟ لا طبعا، الانتخابات بتاعه اتحاد كره القدم مجلس الاداره يبقى تطوعي 100% بالتاكيد، لكن رؤساء اللجان اللجان الحاكمة اللي بتدير سواء المسابقات سواء شؤون اللاعبين سواء التحكيم سواء لجان الانضباط والحاجات دي، لا بد وان تكون باجر ويكون تفرغ كامل. الراجل يجي يقعد، يجي يعمل لجنة مسابقات، اهلا وسهلا، انت اجرك في الشهر قد كده، هتاخده في اخر الشهر. هل حضرتك تؤيد رابطة محترفين للدوريات، ولا زي ما تم الاعلان وعرفنا بعض الكواليس ان هيتم اسناد كل دوري لشخص معين؟ يعني نتكلم على الدوري الممتاز الحاج محمود الشامي، بنتكلم على طبعا، يعني بنتكلم على بعض كده. احنا بنرجع تاني لورا، لازم انت عندك قسمين، يعني حضرتك شايف ان رابطه المحترفين الانديه هي اللي تدير بطوله الدوري؟ لابد يكون عندك رابطتين، رابط المحترفين الانديه الدوري الممتاز ورابط القسم الثاني، دول مهمين جدا. والباقي اعمل زي ما انت عايز، دول باجر يا استاذ محمد، ده لازم وباجر، وتنتخبهم الانديه، ما حدش يجيبه. اتحاد الكره ملوش، اتحاد الكره ليه صوت واحد فقط لا غير في لجنه المحترفين، عشان خاطر ينسق لا اكتر ولا اقل، له واحد فقط لا غير. كابتن فتحي نصير امبارح كان معايا قال ان كل نادي بيرشح مسؤول او مندوب ما يكونش عضو مجلس اداره، تمام، ويتم انتخاب رئيس ونائب رئيس وحوالي 3 اعضاء واربع اعضاء او خمسه اربع اعضاء واثنين من اتحاد الكره يكونوا ممثلين عن الاتحاد المصري لكره القدم. ده كده مظبوط، يكون فعلا في رابطه انديه. لكن انا اجي من الاول محدد اسماء علشان خاطر بطوله بعينها تدار بالشكل اللي انا عايزه، اعتقد ان الموضوع صعب. هو ده الاسلوب، ده هو اللي يجب انه يتم في الدوري الممتاز والدوري القسم الثاني، لان هو اللي في الاخر بيطلع انديه ثانيه، واحنا بنعيد الناس دي عشان تبقى تتصعد بعد كده. لكن القصص اللي بيحصل ان انا اروح اعين لجنه من 5 واعين رئيس اللجنه واعين كذا واقول هي دي لجنه المحترفين، ده اسمه كلام ضحك على الدقوم، ما ينفعش، ما ياكلش. طب سريعا راي حضرتك في الغاء الفار، او مش الغاء الفار، عايز اقول لحضرتك عدم تنفيذ تقنيه الفار في الموسم الجديد بسبب المغالاة
في المبالغ الماليه المطلوبه في تاسيسها وتنفيذها في مصر؟ شوف، اولا قصه المغالاه في المبالغ الماليه وكذا وكذا دي شماعه اطلقها الاتحاد السابق. ماشي. خالص، هو لو كان عايز يعمل فار كان عمل فار. انت النهارده هل الانديه تتحمل تكلفه الفار؟ اتحاد كره القدم عنده موارد ماليه كبيره جدا بتتجاوز ال 100 مليون في السنه، لو عايز يعمل فار هيعمل فار. لو عايز ينجح المسابقه ينجحها بالفار، اهلا وسهلا. لكن انك تقول المغالاه وكلام من ده، لكن هو الظروف الصعبه اللي موجوده في اتحاد الكره النهارده، مين ياخد قرار زي ده؟ طب مين ياخد قرار ويكلف اتحاد الكره مثلا 50 60 مليون جنيه عشان يجيب الاجهزه ويبدا ويشتغل بتاعه وكلام من ده؟ مين اللي هياخد؟ لازم يكون في مجلس اداره، لازم يكون في مجلس اداره الاتحاد يخطط للموضوع. الموضوع مش سهل، وعشان كده صعب ان هو يطبق الموسم الجديد، لان الموسم الجديد بقى عليه ما يقرب من 45 يوم، فما ينفعش ان انت تقول هطبق الفار وانت اصلا لا دربت الحكام ولا جبت الاجهزه ولا تعاقدت ولا عملت ولا الكلام من ده. مش معقول هتروح تاجر فار وهجيبه كل المباريات، مش هيبقى صح. واذا طبقت الفار على ماتش الاهلي والزمالك يبقى لازم تطبقه على انبي وحرس الحدود. ما ينفعش كل الانديه واحد كلها يبقى فيها فار يبقى كله فيه فار. ما ينفعش اطبق هنا فار وبعدين هنا حكم خامس وسادس والكلام من ده. لازم كله يبقى اللائحه تمشي على الكل والنظام يطبق على الكل. رأي حضرتك في يعني لجنة التحكيم والكلام اللي احنا سمعناه ان ممكن يتم اسناد رئاسة لجنة التحكيم للواء صفي الدين بسيوني ومعاه في اللجنة كابتن سمير عثمان والكابتن ياسر عبد الرؤوف والكابتن ايمن دجيش والكابتن محمد عبد القادر؟ رأي حضرتك في لجنة التحكيم لو تم اسنادها الى الاشخاص؟ طبعا لو الاشخاص في حد ذاتهم اشخاص كويسين جدا، ومش شرط ان رئيس اللجنة يبقى كان حكم دولي او حكم، لا ممكن جدا يبقى اداري ناجح جدا عنده ضبط وربط، عنده مواعيد، عنده اللجنه بتحط له المواعيد كلها، بتقول له اختيارات الحكام، بتحط له المسببات وبعد كده ما كده. انا طبعا مع مثل هذه اللجنه مش شرط ابدا ان يبقى رئيس اللجنه حكم دولي معتزل او غيره. اخيرا حضرتك شايف ازاي مستقبل الكره المصريه؟ والله مستقبل الكره المصريه انا متفائل بعد ما الدوله بدات تنظر لهذا الملف نظره كامله. النهارده الدوله بتنظر ملف الشباب وبتنظر ملف اتحاد كره القدم والكره المصريه بصفه عامه وللرياضه بصفه عامه. طالما الدوله عينيها الاثنين بتنظر للرياضه، وطالما رئيس الدوله بيكرم اصغر لاعب بيحصل على ميداليه زيه وزي نجم كبير جدا زي محمد صلاح، يبقى اذا فيه امل كبير جدا ان المنظومه الرياضيه تبقى كويسه. طيب معلش برضو اخر حاجه عايز اسال حضرتك فيها وممكن يعني نستفيد فيها شويه، علشان انا شايف ان هي نقطه مهمه جدا ونقطه ايجابيه جدا. اولا ان كل نادي او كل فريق هيلعب على ملعبه وسط جمهوره. تمام. قلنا معاد النادي المصري هيلعب ماتشات الاهلي والزمالك خارج ملعبه، لكن ملعب النادي المصري هيتلعب عليه كافه او باقي المباريات. ده نقطة رقم واحد. نقطة رقم اتنين، عودة الجمهور إلى الملاعب بنظام الفان اي دي ونظام تذكرتي اللي تم تطبيقه في بطولة الأمم الأفريقية. هل حضرتك شايف إن دي بداية عودة الجمهور بشكل صحيح، وأيضا إن الملاعب هتستضيف أخيرا خلاص كل واحد هيلعب في ملعبه وسط جمهوره، وثالثا إن القرعة مش هتكون موجهة والقرعة هتكون بشكل طبيعي جدا، ممكن الأهلي والزمالك يبقى أول ماتش، ممكن يبقى تاني ماتش، ممكن يبقى تالت ماتش، مش زي الموسم اللي فات هنلاقي الاهلي والزمالك بيلعبوا اخر ماتش في الدور الاول واخر ماتش في الدور الثاني. راي حضرتك في الثلاث نقاط دول؟ النقطه الاولانيه ان الفزاعه بتاعه الجهات الامنيه ترفض، دي سقطت خلاص. القصه النهارده ما فيش حاجه اسمها مباراه بغير جمهور ومباراه بجمهور، خلاص. احنا النهارده نظمنا امم افريقيا والجمهور رجع وفي نظام محترم، في كاميرات في كل المباريات، في كل الملاعب، في بوابات مؤمنه، في تامين كامل، ما فيش حجه ان الجمهور ما يرجعش. انه يرجع بعدد محدد لا يقل عن 10,000 اهلا وسهلا برضه، ما فيش مشكله برضه، نبدا ب 10,000، لكن ما نبداش ب 2500 والكلام اللي كان بيحصل ده. كان نوع من انواع التهريج، ما كانش جمهور ده باي طريقه من الطرق. دي رقم واحد. فانا واثق ان عوده الجمهور هتدي زخم كبير جدا للملاعب وهتدي ترتقي بالمستوى بتاع الانديه والحاجات دي كلها. ان الانديه كلها ملاعبها محدده ده شيء رائع جدا جدا من اول يوم لغايه اخر يوم. ما ينفعش ان انت تنقل مباراه لواحد عشان قبل الماتش بيومين، او تخليه ياخد اتوبيس ويطلع على الساحل الشمالي عشان يلعب في برج العرب، ما ينفعش. الكلام ده ما ينفعش ابدا. كمان كان من الظلم للانديه كلها وللنادي المصري، وكان من العدل للنادي المصري انك تلعبه على نادي هناك لوحده، كل الفرق تروح لغايه هناك عنده، كل الفرق
سواء ليه او غيره يلعب برج العرب مع المصري، يبقى في فريق زي اسوان ولا غيره يضار مشوار لغايه ساعه عشان يروح يلعب ماتشه مع المصري هناك. ده كان الانديه كانت مظلومه فيها، والمصري كان مستفيد رغم ان هو بيتحمل اعباء ماليه، لكن كان مستفيد اصلا من القصه دي. فما ينفعش يلعب مبارياته على ارضه. المباريات الكبيره زي ما قالت لجنه الاتحاد الكوره او الجهات الامنيه بمعنى اصح، لغايه ما استاد بورسعيد يبقى جاهز يبقى يتلعب بره في ملعب قريب. الاسماعيليه ماشي، السويس ماشي، اهلا وسهلا عشان خاطر الامور تمشي. اعتقد نظام كويس جدا جدا. التالتة ايه؟ التالتة اتكلمنا على نظام تذكرتي وتطبيقه على دوري المصري، وان القرعه كمان مش موجهه. قلنا القرعه هنشوف دلوقتي. اولا القرعه مش موجهه، ده شيء، ده مطلب، ده العداله الموجوده مطلوبه، لان انت النهارده مش خايف من حاجه. انت بتاجل مباراه الاهلي والزمالك لاخر موسم ليه او لاخر الدور ليه؟ ليه خايف من ايه؟ انت خايف من ايه؟ عايز سد الدوري لمين عشان تاجلها؟ بتأجل مشكلة، بتأجل أزمة جاية ليه؟ ما تلعبه، ما لو يجي الأسبوع الأول أهلا وسهلا، ما يجي بيجي في نص الأسبوع ما فيش مشكلة، في رابع أسبوع أو خمس أسبوع أهلا وسهلا. ما دي إيه المشكلة كده يعني؟ هتيجي هو يعني الناس اللي برة دي بتعمل الدربيات بتاعتها في آخر الموسم، طبعا كان نوع من أنواع التوجيه والتدخل الممجوج اللي هو كان بيفقد للبطولة، احيانا بيفقد ليها المنافسه الشريفه الكويسه. لان انت النهارده لو قابلت الاهلي يقول لك الاهلي لو قابل الزمالك وفاز على كذا هيبقى حسم الدوري مبكرا. طب ما يحسم يا اخي مبكرا، ايه المشكله؟ طب ما الفريق الثاني ممكن يفوز ويحسم مبكرا، ايه المشكله؟ انت لازم تاجل المنافسه لغايه اخر اسبوع؟ طب ليه؟ واخد بال حضرتك؟ فالقرعه اللي هي العاميه زي ما بيقولوا ما فيش احسن منها، ويبقى في نوع من انواع الشفافيه اصلا يعني. وطبعا انا مع الكلام ده، مش مع القرعه الموجهه اللي بتخلي تحدد موعد المباراتين مقدما. وطبعا تذكرتي على العين والراس، نظام رائع ناجح زي الفل، واعتقد انه الانديه هتستفيد ماديا، اتحاد الكره هيستفيد ماديا، الشركات هتشتغل برضو، اي شركه تشتغل، وبرضو الناس كلها هتقبل على المباريات. بس ما ياريت ما يبقاش فيه مغالاه في اسعار التذاكر. استاذ محمد بشكرك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معايا، شرفتنا ونورتني واستمتعت جدا جدا بالحديث معاك يا فندم. انا بشكرك وبشكر قناه الاهلي. بشكرك شكرا جزيلا. دي كانت الفقره الاولى مع الناقد الرياضي الكبير الاستاذ محمد صادق، اتكلمنا فيها زي ما حضراتكم تابعتم عن الجزء الاول ونادي الاهلي، والجزء الثاني الخاص بالاتحاد المصري لكره القدم. بعد الفاصل الكابتن خالد العوضي مع نجوم مصر في كرة اليد للشباب وحاصلين على الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للشباب. خليكم معنا لكن بعد الفصل.